جبت العزيمه دي منين والجلد ده منين؟ والله يا كابتن العزيمه دي اولا ربنا اللي حطها فينا ده قبل اي شيء يعني طبعا. وتاني حاجه ان احنا برضو الموضوع بالنسبه لنا موضوع التمرين ده ان احنا كنا بننزل الفجر الصبح صحيح. فالموضوع ده كان بالنسبه لنا صعب، كنا بنصلي الفجر ننزل التمرين، مفيش فرقه بتعمل الكلام ده نهائي تماما. ان احنا كنا بننزل قبل اي حد بننزل التمرين وبنتمرن، فكان الموضوع عندنا عزيمه واراده. ابتديت ازاي يا كابتن كره السله؟ يعني ايه اللي حببك في كره السله؟ انا اصلا كنت بلعب كره قدم في الشارع بايديا في الشارع فعلا. كنت بعد المدرسه بخلص المدرسه وبروح انا واصحابي بننزل المدرسه وبنلعب كره قدم، بلعب كره قدم بايدي. بتلعب كويس؟ بلعب كويس جدا، في ساعات كنت بقف جون وساعات كنت بلعب مهاجم ما شاء الله. ففي احد من جمعيات خيريه كده شافني قال لي في نادي اسمه نادي ياسمينه ده في امبابه مع شلال الاطفال، فقلت له تمام عادي ما عنديش مانع ان انا ممكن اقدم او الكلام ده. فقدمت فعلا، وفي حاجه حصلت كده لازم احكيها طبعا. اتفضل. ان في حد قابلني على الباب بجد وانا مش ناسيه ولا ناسي اللي هو قاله لي، قال لي الفريق ده بيخسر، بلاش تلعب كره السله وبلاش تمارس رياضه السله ديت والكلام دوت، يا عم روح شوف لك اي حاجه اعملها الحاجات دي كلها. فالكلام بصراحه ما كانش عاجبني جدا، كلام سلبي. فقال لي ساعتها هم في معسكر، فانا ما كنتش فاهم يعني ايه معسكر ساعتها. فبعد كده كام سنه؟ كان عندي حوالي 15 سنه طبعا. كنت لسه صغير فما كنتش عندي علم اصلا بموضوع يعني ايه معسكر. فلما جم من المعسكر فعلا رحت قدمت ساعتها ودخلت ساعتها لعبت كره السله، لقيتها عجبتني جدا 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 بجد، ما كنتش اعرف ان هي اصلا بالجمال ده كله، لان كره السله فيها التحامات كتير، كره السله فيها يعني مهارات كتير جدا، فيها مهارات كبيره جدا. فانا بجد بجد من امتع الالعاب اللي لعبتها ومن امتع الالعاب لذوي احتياجاتي الخاصه. سعيد ان انت لعيبه وسعيد ان انت حققت معايا انجاز. طبعا طبعا طبعا. مستني كاس العالم؟ اكيد اكيد، ده حلم. هتعمل فيه حاجه؟ ده حلم ان انا اوصل اخد بطوله افريقيا اكيد طبعا. انا كنت قبل الفاينل طبعا كنت قاعد على في اوضتي طبعا راسم النهائي دوت ان انا لا لازم اشيل الكاس. اكيد اكيد طبعا. وبعدين كلمني عن اهلك وفرحتهم. بجد يا كابتن انا اول بطوله شاركت فيها كانت مع المنتخب كانت 2017، وطبعا الميداليه ديت الميداليات بتاعتهم طبعا انا بعتز بيها جدا، دي كانت اول بطوله ليا. و 2020 برضو حصلنا برضو على المركز الثالث، وبرضو كان في جنوب افريقيا، وكان برضو لعبنا ثالث ورابع مع صاحبه الارض جنوب افريقيا، والحمد لله تفوقنا عليهم وخدنا منهم الميداليه. واخيرا بقى طبعا 2022 الحمد لله بفضل الله طبعا هتبقى البدايه مش النهايه ان شاء الله. ان شاء الله خير باذن الله. اتمنى حاجه كويسه في كاس العالم. وعايز اقول لك انتم قد ايه مالين الاستوديو طاقه ايجابيه الحقيقه. انا ونفسي